مشاهدي ايميرو 24 اليوم كان عندنا لقاء مع في هذه القاعه الجميله، القاعه الكبيره اللي جاوا كاع احباب السي او الاستاذ او الصحفي القيدوم ديال الصحفيين ديال بروكسل الاستاذ محمد شاطر هنا ببروكسل. 30 سنه ديال المهنه في ميدان الصحافه المسموعه. استاذ شاطر السلام عليكم. السلام سعيد، شكرا شكرا لكم على الحضور ديالكم معنا في هذا الحفل ديال التكريم، وانا سعيد جدا بكم. استاذ شاطر اليوم حضرنا معك في هذا الحفل، هذا حضرت معك ايميرو 24 واللي حضرت لاول مره كتحضر في شي تكريم ديال صحفي هنا في اوروبا. لاحظنا بان كان مجموعه كبيره ديال الاصدقاء وديال الاحباب وحتى المستمعين كانوا هنا. شنو كتقيم لنا هذا اللقاء هذا وكيفاش يعني الشعور ديالكم؟ اولا كنبغي نشكر الجمعيه اللي سهرت باش تقدم هذا التكريم، وهو لاول مره كما قلتي ان اعلامي كيتكرم بهذا الشكل هذا. وانتم كيف تابعتوا معنا حضور الجماهير الكبير اللي حضروا في هذه القاعه الجميله، فانا سعيد جدا 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 ومدين لهاد الناس هادو. وحقيقه انه اليوم كنحس بنفسي انه هذا العطاء ديال 30 سنه كيتوج اليوم بهذا التكريم، فهو تكريم لكل الاعلاميين بما فيهم انتم يا كل الاعلاميين، هو تكريم لنا واعتراف بالمجهود اللي كنقوموا به تجاه الجاليه هذه. عظيم. استاذ محمد شاطر 30 سنه عشتيها في الهموم ديال الجاليه، في المسرات ديالهم، في الضرات ديالهم، يعني عشتي واحد الجبل ديال الهموم ديال هذه الجاليه هذه. 30 سنه ماشي سهله. واش غادي نستناو منكم يعني بعد ما تساليوا وعمر طويل بعد ما تساليوا الكارير ديالكم في ميدان الصحافه، واش غنستناو منكم شي كتاب على حياه ديال الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج او شي مشروع في هاد الاتجاه؟ لا، هو كانك كنت معايا سي سعيد، يعني هذه هي الفكره ديالي. من بعد هذا المسار ديال 30 سنه مع اجيال اللي تعاقبت، وكما قلنا انه هموم ومشاكل الجاليه وكذلك الافراح ديالها، فلا بد انه الاعلامي من كيبغي يختم المسار ديالو، فهناك كتاب ان شاء الله اللي غادي نحاول نصدره في اقرب وقت، هنا من سنه او سنه ونصف ان شاء الله غيكون هذا الكتاب صادر عن 30 سنه ديال المسار في الاعلام ببروكسل. وحنا بدورنا كموقع الكتروني كيتواجد هنا في بروكسل او باوروبا باغي نكرموك ان شاء الله، يعني ونحاولوا نكرموك غير بكلمات يعني طيبه والمجهود اللي كتقدم، ونتمنوا لك ان شاء الله المزيد في المسار ديالك، ونتمنوا ان شاء الله يعني تحققوا اكثر واكثر. وتبارك الله كما لاحظنا اليوم وقلت لك في الاول ان مجموعه كبيره ديال المغاربه اللي جاوا باش يعني حضروا السي شاطر بما فيها السياسيين والثقافيين والرياضيين وحتى الدبلوماسيين. هذا شرف لينا ولينا الصحافه، يعني ملي كيشوفوا عند هاد الناس كاملين بهالطريقه هذه يعني نجاح لينا كاملين. ونتمنوا لك التوفيق السي محمد شاطر وان شاء الله المزيد من العطاء، وشكرا بزاف. شكرا لكم انتم يا اللي تحملتوا المجيء، وطبعا هذا تكريم اخر لعبد ربه في الحضور ديالكم وتغطيه هذا الحفل الكبير. شكرا جزيلا. شكرا شكرا استاذ شاطر، ميرسي بوكو. الله يبارك فيك. الله ينورك. ميرسي ميرسي.